المحلل الأول للأسواق في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث أكثر عن أداء العملات الأجنبية مقابل الدولار. صباح الخير أستاذ سركيس. بداية يعني بالأمس تحدثنا ورأينا ارتفاع في عائد السندات، كيف أثر على أداء مؤشر الدولار لهذا اليوم؟ بالفعل نرى بأن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يزيد الفروقات ما بين السندات في الولايات المتحدة عن مثيلتها إن تكلمنا في اليابان في منطقة اليورو وغيرها، وهذا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية عندما نتحدث عن فروقات العوائد في السندات الأمريكية، مما يدفع السيولة للولايات المتحدة على شكل طلب للدولار الأمريكي، وهذا بالفعل ما تسبب بارتفاع الدولار. هنالك أيضا موضوع التوقعات المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكلها أيضا داعمة للدولار. لكن هنالك موضوع مهم أحب أن أشير له أيضا ساهم بارتفاع الدولار الأمريكي يوم أمس وهذا اليوم أيضا، الانخفاض القوي الذي تشهده العديد من مؤشرات الأسهم الأمريكية، يعني أن هنالك عمليات جني أرباح حصلت في أسواق الأسهم الأمريكية يوم أمس، دفعت في أسهم عديد من الشركات، أخص بالذكر شركات التكنولوجيا التي ارتفعت مسبقا بشكل كبير. عندما تحصل عمليات جني أرباح يتوجه المستثمرون والمتداولون لطلب الدولار الأمريكي، وهذا لجني الأرباح التي تحققت في وقت سابق من أسواق الأسهم، وبالتالي يتزايد الطلب على الدولار الأمريكي مما يتسبب إجمالا بارتفاعه مقابل سلة من العملات. وشاهدنا الشهر الماضي الدولار الأمريكي عم يرتفع بشكل ملموس، وهذا أيضا متوقع أن يستمر الفترة المقبلة. نعم، إذن يعني التوقع بالاستمرار بارتفاع أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة. المعطيات المتوقعة خلال تعاملات هذا الأسبوع، كنا خلال الأسابيع الماضية نتحدث عن تصريحات لأعضاء الفيدرالي وأيضا الشهادة التي تقدموا بها أمام الكونغرس الأمريكي التي يتفاعل معها مؤشر الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع. بالتأكيد بعد الأسبوع الماضي الذي كنا فيه مع تصريحات من جيروم باول من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البيانات الاقتصادية، أصبحنا الآن في حاجة ماسة لمزيد من الاستيضاحات حول وضع الاقتصاد الأمريكي تحديدا لتحديد توجهات الدولار. بالتالي نبدأ اليوم مع بيانات تسمى بيانات مؤشر أو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ثم ننتقل إلى مؤشرات مديري المشتريات الصادرة وهي مؤشر الISM، وهذه بيانات تقدم صورة عن وضع قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية. لا. وصولا إلى يوم الجمعة المقبل الذي ننتظر فيه بيانات الوظائف الأمريكية، هذه البيانات قد يكون لها أهمية خاصة لأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينظر من ناحية إلى التضخم الذي يرتفع، لكن من ناحية أخرى أمامه النمو الاقتصادي الذي يجب أن يبقى مستمر حتى يتخذ إجراءات جديدة تحفيزية، وبالتالي تتزايد أهمية البيانات الاقتصادية. وهذا الأسبوع كما أشرت لحضرتك عندنا البيانات لهذا اليوم، وأيضا بيانات يوم الجمعة المقبل ربما ستقدم للمستثمرين المزيد من الدلائل عن وضع الاقتصاد الأمريكي، خصوصا مع ارتفاع التضخم لمستويات 5.3% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، ويرافق الآن الارتفاع الكبير في أسعار النفط مبشرا باحتمالية ارتفاع آخر في التضخم. نعم. بالتالي سيكون الفيدرالي الأمريكي بحاجة لبيانات قوية إذا أراد الاستمرار والمضي قدما بتقليص برامج شراء الأصول. نعم، يعني أستاذ سركيس فيما يتعلق أيضا بأسعار العملات الأسيوية الين واليوان، يعني هل لا تزال قضية إيفرغراند تؤثر على هذه الأسعار لهذه العملات، يعني في ظل المعطيات التي تقدمت من الشركة من بيع أصول خلافها، يعني هل يوجد لغاية هذه اللحظة تأثيرات واضحة مقابل الدولار؟ بالتأكيد هنالك تأثيرات مباشرة على عملات الدول الأسيوية، وتحديدا إذا نظرنا هذا اليوم كان عندنا في قرار الاحتياط الأسترالي لأسعار الفائدة. نعم. وثبت سياساته النقدية وأشار بشكل واضح إلى أن الاقتصاد يتباطأ في نموه، وأرجع السبب إلى فيروس دلتا، لكن أيضا إيفرغراند تأثيرها كبير قد يكون على الأسواق المالية الأسيوية، وبالتالي قد تبقي الضغط على الاقتصاد الآسيوي الذي بالفعل يظهر تباطؤ خلال الربع الثالث الذي انتهى مع نهاية الشهر الماضي، وهذا قد أيضا يظهر جليا على أداء العملات في الدول الآسيوية مقابل نظيرتها
في الولايات المتحدة وأوروبا، وتحديدا لو نظرنا إلى الين الياباني فقد انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملموس مقابل الدولار الأمريكي، وهذا خير دليل على أن التدفقات النقدية تتوجه من عديد من الدول الأسيوية إلى الولايات المتحدة بحثا إن كان عن الملاذ الآمن، بحثا عن الاستثمارات، مما يقدم قوة الدولار على حساب انخفاض عملات آسيا. نعم أستاذ سركيس، فيما يتعلق باجتماع أمس لأوبك بلس، يعني كيف تعامل المستثمرون في بعد القرار، يعني المستثمرون في سوق العملات كيف تعاملوا مع هالقرار في الثبات على السياسة المتبعة يعني خلال الفترة المقبلة؟ الآن القرار بحد ذاته هو عبارة عن زيادة كميات النفط التي سيتم إنتاجها وتصديرها ابتداء من الشهر المقبل بواقع 400 ألف برميل كمتوسط يومي، لكن المتداولون والمتابعون للاقتصاد وأسواق الطاقة على وجه الخصوص كانوا يأملون بأن تتوجه أوبك لزيادة هذه الأرقام، بل وكانوا يأملون أن تسير أوبك لزيادة اعتبارا من هذا الشهر، لأن الطلب العالمي رغم أنه يتباطأ في تعافيه إلا أنه ما زال يتعافى، وأيضا في أمامنا مشكلة سلاسل التوريد التي أثرت بشكل كبير ورفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف لأعلى مستويات من 2014، شفنا الأسعار أعلى من 78 دولار، عقود برنت أعلى من 81 دولار، فكان المتداولون يأملون بأن تقوم أوبك بإيقاف هذه الارتفاعات، لكن التزام منظمة أوبك والحلفاء برفع الإنتاج تدريجيا ارتأت الأسواق المالية بأنه رفع قليل لا يتناسب مع حاجة الأسواق، مما تسبب بارتفاع أسعار النفط. نعم، محلل أول للأسواق المالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.